شفنا حقيقة الضجة الإعلامية صارت على اللاعب، هي يعني أنا وجهة نظري يعني الموضوع ما يستحق بهاي الدرجة. يعني أول شيء اللاعب طلع اللاعب طفل بعد صغير، لاعب يمكن هاي أول مشاركة أو أول دعوة إلى المنتخب الوطني، لاعب بعد صغير وحس إنه هو إنه ممكن يريد يلعب يريد هاي، بعد اكو امور هذول اللاعبين اللي محترفين برا اكو امور طبعا ما عايشيها بالعراق، اكو ضغوطات ما عايشيها، اكو امور ما مر بهم، لا شك هو القرار قرار غلط وقرار غير صحيح. الشيء اللي عجبني اكثر انه ما صارت رده فعل لا من الكادر التدريبي ولا من الاتحاد، وهذا الصحيح انه يجب ان يكون هالشيء، يعني تعرف المنتخب حاليا بطوله، المنتخب عنده مباريات مهمه. الشيء الاكثر انه اهميا هو ما راح ياثر. ما راح ياثر على الفريق، ما راح ياثر على المنتخب. ما ياثر من يا ناحيه فنيا لو معنويا؟ لا فنيا. فنيا. يعني فنيا تعرف اللاعب لاعب شاب صغير، الفريق ماشي بصوره صحيح بلا او بدونه او كل لاعب، اي لاعب يكون متواجد او اي لاعب المنتخب، فالمنتخب ما بيتاثر يمشي. بس انا اخذها من باب انه اعطي انه اللاعب ترى بعد صغير بالعمر، عمره جدا صغير، اكو هواي امور يفتقدها، اكو هواي امور انه ما يقدر يتصرف بها، اكو هواي امور يمكن انه ما واصله للنضوج عنده، يحتاج وقت. اتمنى انه انا ما يكون رده فعل عليه قويه، ما تكون رده فعل هجوميه عليه. لا شك كنا احنا متفقين انه المنتخب افضل واكبر واحسن ولا يقف على اي لاعب مهما يكون اسمه لا يكون، واحنا احنا كلاعبين وكجمهور نعرف هذا الشيء، ماكو اثنين مختلفين عليه. بس اللي اتمناه انه ننسى هذا الموضوع، نخف على هذا الموضوع، لان لو لاعب كان حجمه لاعب مباراه دوليه، لو كان لاعب محترف بانديه، لو كان عنده سيفي يعني سيفي بعمره طويل ممكن تحاسبه، بس لاعب بدايه سنه بدايه عمره احنا صرنا كبير، احنا اللاعبين كنا احيانا نضوق ويصير عندنا تصرف ويطلع من عندنا رده فعل غلط، بس بعدين نحس احنا نفسنا غلط. فهو لاعب خامه للمنتخب مكسب، وان كانت عنده بالبدايه اغلاط وان كان سوء، فنتمنى الصبر عليه ونتمنى انه بالمستقبل انه نحل هذا المساله. بس اللي اتمناه انه يكون يعني شيء حد لهذا الشيء. تريد تسمع وجهه نظري؟ نعم.